أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا
الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. ما شاء الله بارك الله. كل جاء شوية جاءتنا. هذا باختصار ما أردنا التنبيه عليه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أسأل الله عز وجل كما جمعتنا في هذا المجلس الطيب المبارك، اللهم كما جمعتنا في هذا البلد في هذا المجلس الطيب المبارك مع أهل القرآن وبصحبة القرآن، أسألك يا الله أن تجمعنا أخرى سرمدية في جنات النعيم. اللهم اجمعنا في جنات النعيم. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرته تحت لوائه، واسقنا من حوضه المورود بيده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا يوم القيامة ممن يقال لهم اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. آمين يا رب. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن لنا هدى ونورا وضياء. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزف في قفاه إلى النار. آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. آمين. اللهم اجعله لنا نورا وهدى وضياء.
اللهم أنر به قبورنا، اللهم أنر به قبورنا، اللهم أنر به قبورنا، اللهم اجعله مؤنسنا على الصراط، اللهم اجعله مؤنسنا على الصراط، اللهم اجعله دليلنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. آمين يا رب. اللهم نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. آمين. اللهم أكرمنا بلذة النظر إلى وجهك. آمين. اللهم أكرمنا بلذة النظر إلى وجهك. آمين يا رب. الشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة. آمين. ولا فتنة مضلة. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور. آمين. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور. آمين. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور. آمين. وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.